دلوقتي عندك كلاس، كلاس الأولانية اسمها جيومتريك أوبجكت، معرف فيها ثلاثة فاريبل، الكالر والفيلد والداتا كرييتد، بعد كده ديت كرييتد، بعد كده عندك يا باشمهندس اثنين كونستراكتور وستر والجيتر لكل واحدة فيهم، وعندك دالة تو سترينج بالنسبة لك، دي داخل الدالة دي. طيب وكل الديستر والجيتر وكل حاجة مستخدم المتغيرات اللي موجودة عندي؟ فقال لك يا باشمهندس انت بالنسبة لك مفيش مشكلة. جيت لما اروح الدالة الكلاس بتاعت السيركل كلاس بالنسبة لي، قال لي يا باشمهندس هي عندك الريدياس كمتغير وبرايفت ودبل مفيش مشكلة فيه. بعد كده قال لي الكونستراكتور الاولاني ما بيعملش حاجة فمفيش مشكلة فيه. بعد كده الكونستراكتور الثاني بيستخدم الريدياس فمفيش مشكلة فيه. نيجي بقى يا باشمهندس السيركل الكونستراكتور الثالث في مين؟ الريدياس ده فمفيش مشكلة، ده كالر وفيلد، جبنا المتغيرات دي منين؟ قال لك يا باشمهندس ما هي الجافا بتعرف لك مبدأ اسمه الانهيرتنس. يعني ايه الانهيرتنس يا باشمهندس؟ يعني الوراثة. بتقول لك يا باشمهندس انت بالنسبة لك دلوقتي انت لو عندك فصيلة معرفة وانت جيت عايز تعرف ما بداخلها مرة تانية جوه كلاس تاني. فقال لك يا باشمهندس بدل ما تروح تعرف المتغيرات والميثودز من اول وجديد، قال لك خد مبدا الوراثه وقوله. طب مبدا الوراثه ازاي؟ قال لي يا باشمهندس يعني سيركل تارس مين يا باشمهندس؟ الجيومتريك اوبجكت بالنسبه لي. طالما ورثتها يا باشمهندس يبقى انا بالنسبه لي اقدر اخد كل ده عندي فين يا باشمهندس؟ في الداله دي هنا. فيها مشكله كده في الكلاس دي؟ يبقى اذا انا بالنسبه لي دلوقتي طالما انا ورثت الكلاس دي ورثت الكلاس دي فاخدت كل الكلام ده حطته بقى مين يا باشمهندسين؟ بقى عندها. طيب زي ما هو تعالوا نشوف الاول. اول حاجه قال لك المتغيرات البرايفت يا باشمهندس لا يمكن الوصول اليها الا داخل نفس مين؟ داخل نفس الكلاس. فلما اجي ابني هنا فانا بالنسبه لي دلوقتي مش هقدر اوصل لمين؟ للمتغيرات البرايفت، ولكن اقدر اوصل لهم عن طريق مين؟ دوال الستر والجيتر بالنسبه لي. فيها مشكله كده يا باشمهندسين؟ طيب دي اول حاجه بالنسبه لي. تعالوا نبني الكلاس اللي اسمها سيركل ونشوف هنبنيها ازاي. طب انا بالنسبه لي دلوقتي عندي كلاس اسمها سيركل عايز ابنيها، فقال لي يا باشمهندس هتقول تكتب كده بابليك كلاس واسم السيركل بالنسبه لك، اسم الكلاس بالنسبه لك اللي هي سيركل. بعد كده عايز اقول له الكلاس دي بتارث الكلاس اللي اسمها جيومتريك اوبجكت. فقال لك يا باشمهندس كلمه اكستندس لازم تضيف كلمه اكستندس بالنسبه لي اكستندس. يبقى اكستندس دي معناها ايه؟ ان الفصيله دي هتارث فصيله ثانيه جايه وراها. فالفصيله اللي انا هورثها عباره عن ايه؟ قال لي يا باشمهندس عباره عن حاجه اسمها جيومتريك اوبجكت بالنسبه لي. تمام كده؟ يبقى اذا انا بالنسبه لي دلوقتي مجرد ما اكتب كلمه بابليك كلاس سيركل اكستندس، اكستندس الجيومتريك اوبجكت معناها ان الفصيله سيركل بتارث الفصيله جيومتريك اوبجكت كلاس. طب اذا انا بالنسبه لي دلوقتي لما دي ورثت دي، قال لك خلاص روح ابنيها بقى يا باشمهندس بناها عادي، انت دلوقتي عرفت ان دي بتارث دي. طيب تعالي نبنيها عادي بقى يا باشمهندس. قال لي اول حاجه بالنسبه لك عندك متغير برايفت ودبل واسمه ريدياس. فاقول انا عندي بالنسبه لي دلوقتي برايفت دبل ريدياس بالنسبه لي، انا عرفت المتغير بالنسبه لي ما فيهوش مشكله. بعد كده اخش على الدوال بتاعتك، قلت له انت بالنسبه لك دلوقتي اول داله عندك اللي هو الكونستراكتور الاولاني. فاقول انا عندي هنا يا باشمهندسين الكونستراكتور الاولاني بابليك سيركل، ده كونستراكتور للسيركل ما بياخدش حاجه وما بيعملش حاجه. طيب نيجي بعد كده قال لي الكونستراكتور الثاني يا باشمهندس عباره عن سيركل برضو. فقول عندي بابليك سيركل بالنسبه لي بس بياخد المره دي دبل الراديوس. فقلت له يا باشمهندس طالما بتاخد دبل الراديوس يبقى روح اضبط لي قيمه الراديوس بالنسبه لك جوه القيمه اللي تجيلك في الراديوس ده، حطها في الاوبجكت اللي ينادي على الكونستراكتور ده. يبقى اذا هقول له ايه يا باشمهندس؟ ذس دوت راديوس بيساوي الراديوس بالنسبه لي، وقت القوس بالنسبه لي قوس الكونستراكتور. بعد كده يا باشمهندس
نيجي نقول عندي كونستراكتور ثالث اهو، فاقول انا عندي بابليك الكونستراكتور الثالث اسمه سيركل بياخد ثلاثة بارامتر، دبل الريدياس وكالر وسترينج الكالر وبوليان فيلد. فاجي اقول له يا باشمهندس زيس دوت ريدياس بيساوي الريدياس، دي مقبوله بالنسبه لي، فاقول له زيس دوت ريدياس بيساوي الريدياس بالنسبه لي ما فيهاش مشكله. انما بالنسبه لي دلوقتي اجي اقول له زيس دوت كولر بيساوي كولر، قول لي ايرور. هقول له ايرور ليه يا باشمهندس؟ انت ورثتها بس انت ما تقدرش توصل للمتغيرات البرايفت بالنسبه لي. طب اقدر اوصل لها ازاي؟ قال لي عن دوال، عن طريق دوال الستر بالنسبه لي. طب دوال الستر ازاي بقى يا باشمهندس؟ لازم اعمل اوبجكت عشان اوصل لداله موجوده هنا؟ قال لي لا، الداله بابليك فانا اقدر اوصل لها وصول مباشر، ما انا خلاص ورثت الحاجات فورثت كل حاجه بابليك، فاقدر اوصل لها وصول مباشر عن طريق اسمها مباشره. اقول عندي ست الكالر بالنسبه لي وابعت له الكالر، وست الفيلد بالنسبه لك وابعت له الفيلد بالنسبه لي. يبقى اذا انا بالنسبه لي دلوقتي يا باشمهندس لما جيت عملت الكونستراكتور الثاني المتغير الكونستراكتور الثالث المتغير اللي موجود في نفس الكلاس، انا بالنسبه لي دلوقتي حطيته زيس دوت ريدس بيساوي ريدس. انت لو تعرف لو ما كانش دول برايفت، لو ما كانوش دول برايفت يعني كانوا بالنسبه لي بابليك او كانوا الديفولت بتاعهم، كنت اقدر اقول زيس دوت كولر بيساوي كولر وزيس دوت ريد زيس دوت فيلد بيساوي فيلد. ليه يا باشمهندس؟ قال لك ما هو انا اقدر اوصل لكل حاجه من هنا وصول مباشر طالما انا ورثته ما عدا البرايفت، ما اقدرش اوصل لمين؟ للمتغيرات البرايفت. فوصلت لها عن طريق مين يا باشمهندسين؟ الستر والجيتر بتاعتهم، واستخدمتهم استخدام مباشر لان هم عندي يعتبروا داخل نفس الفصيله معايا. فلما بتيجي تستدعي داله من داخل نفس الفصيله بتستدعيها بدون اوبجكت بالنسبه لان هي موجوده معاك، فيها مشكله كده؟ طيب نيجي بعد كده يا باشمهندس، قال لك انا عندي جيتر ريدياس فهعمل داله جيتر للريدياس وستر للريدياس وخلاص. فبيقول لي يا باشمهندس ده بابليك عايز جيتر للريدياس، فهو عندي هيرجع قيمه دبل جيتر ريدياس بالنسبه لي، ما بتاخدش حاجه وبتريتيرن الريدياس ليا. طيب وداله الستر بتاعتها؟ فبالنسبه لي دلوقتي بابليك ما بترجعش حاجه الستر، وهتبقى فويد واسمها ست الريدياس بالنسبه لي، وبتاخد دبل الريدياس، وبتقول عليا دلوقتي زيس دوت ريدياس بيساوي الريدياس بالنسبه لي. يبقى دي هتثبت قيمه الريدياس ودي هترجع لي قيمه الريدياس بالنسبه لي. طيب بالدوال اللي موجوده بقى، قال لي جيت الاريا هعملها برضو جيت الاريا. قال لي يا باشمهندس جيت الاريا هتبقى عباره عن بابليك دبل، هترجع لي الاريا وهي عباره عن قيمه دبل، فيبقى بابليك دبل. طيب بالنسبه بقى لجيت الديامتر هتبقى زيها بالظبط بابليك دبل جيت الديامتر، بس هتريتين الراديوس في 2 لان الديامتر ده طول القطر. طيب نيجي بعد كده جيت البريومتر، قال لي زيها بالظبط هتبقى بابليك دبل جيت البريومتر، بس هتريتين الماس دوت باي في 2 في الراديوس. طيب بعد كده قال لي برنت السيركل مش هتبقى زيها طبعا لان دي بترجع سترينج، فاقول عندي بابليك سترينج برنت السيركل ما بتاخدش حاجه، بس هترجع لي الدايره اللي نص قطرها كذا لونها كذا ومليانه ولا لا. فهقول يا باشمهندس هتريتيرن بالنسبه لي هتريتيرن مين؟ السيركل وذ ريدياس، تكتب القيمه دي زي ما هي بلس الراديوس بلس هاز كولر. المفروض لو المتغير بتاعي يا باشمهندس الكولر اللي انا وارثه من هنا كان ديفولت او بابليك كنت اقول عليها الكولر مباشره زي ما بقول مين؟
الراديوس هنا كده، بس انا ما اقدرش اوصل له وصول مباشر عشان هو برايفت، فاوصل له عن طريق الجيتر، فاقول عندي جيت الكلر. وكذلك لو عايز اقول اللي هي فيلد ولا لا، هقول زائد از فيلد بلس جيت الايه الفيلد، او اسمها هنا مسميها از فيلد بالنسبه لي. فيها مشكله يا باشمهندسين؟ يبقى كده انا بالنسبه لي دلوقتي يا باشمهندس، الكلاس عشان تورث كلاس يا باشمهندس بالنسبه لك هي بترث كل حاجه موجوده فيها ما عدا البرايفت. فعشان اوصل للبرايفت، قال لك يا باشمهندس عشان توصل للبرايفت بتوصل له عن طريق الستر والايه والجيتر، وبتعتبره دواله عاديه خالص كانها موجوده فين يا باشمهندسين؟ في نفس الكلاس بتاعتك. فيها مشكله كده يا باشمهندسين؟ فيها مشكله كده؟ طيب نيجي بعد كده يا باشمهندس، قال لك اعمل ايه؟ قال لي لو انت عايز يا باشمهندس تعمل اوبجكت من السيركل، فهتعمل ايه؟ هتنشئ اوبجكت عادي يا باشمهندس، سيركل سي واحد بيساوي نيو سيركل. فانا بالنسبه لي دلوقتي يا باشمهندس هيعمل لي ايه؟ هينشئ لي اوبجكت من مين يا باشمهندسين؟ اوبجكت من ده، يروح ايه؟ يعني ينشئ لي اوبجكت هيستدعي عنه كونستراكتور، كونستراكتور اللي ما بيعملش حاجه. طب انا لو قلت يا باشمهندس سيركل وخمسة، يبقى هيستدعي لي انهي كونستراكتور؟ السيركل التاني اللي بيخلي الراديوس بتاعي ايه؟ خمسة. ده طيب نيجي بعد كده، لو انا قلت له سيركل خمسة وبلو وفولز، هيستدعي لي انهي كونستراكتور؟ الكونستراكتور التالت اللي بيقول لي يا باشمهندس روح حط لي الراديوس بتاعك فين يا باشمهندس؟ في هيبقى الراديوس بتاعك خمسة والكلر بتاعك بلو والفيلد بتاعك بايه؟ بفولس بالنسبه لك. فيها مشكله كده؟ يبقى انشاء الكونستراكتور بالنسبه لي يا باشمهندس ممكن توصل من خلاله انت ان انت عملت كونستراكتور بالنسبه لك اهو، وانا عملت الكونستراكتور ووصلت للدوال بتاعتك عن طريق الستر والجيتر، ولما جيت انشات الاوبجكت بعت لهم قيم وهو حطهم فين؟ في الكلر ومين؟ والفيلد بالنسبه لي اللي كانوا موجودين في الفصيله الايه؟ الموروثه بالنسبه لي. طب انا بالنسبه لي دلوقتي يا باشمهندس لو انا جيت وقلت سي واحد دوت جيت دوت جيت الكلر، ينفع ولا مش ينفع؟ قال لي ينفع يا باشمهندس، لو انا عايز اطبع الكلر بالنسبه لي اقول سيستم دوت اوت دوت برنت لين سي واحد دوت جيت الكلر، يعني روح هات لي مين؟ الكلر بالنسبه لك. لو انا عايز اجيب مكان مكان النشأة او تاريخ النشأة، هقول له و بلس اطبع لي يا عم الحاج كمان سي واحد دوت جيت مين؟ الديت كرييتد، اللي هي بالنسبه لي دلوقتي عباره عن اوبجكت، عباره عن حاجه جوه الكلاس الاب بتجيب لي، او الكلاس السوبر بالنسبه لي بتجيب لي يا باشمهندس؟ بتجيب لي تاريخ نشأ مين؟ نشأ الاوبجكت بالنسبه لي. يعني هو اوبجكت من الفصيله الموروثه الفصيله الوارثه، واستخدمت معاه مين؟ الدوال اللي مين يا باشمهندس؟ اللي موجوده فين؟ في الفصيله الموروثه. بالمناسبه انا نسيت اقول ان الفصيله الموروثه ممكن اقول عليها السوبر كلاس، ممكن اقول عليها البيز كلاس، ممكن اقول عليها البيرنت كلاس. يبقى ممكن اقول عليها السوبر كلاس، البيرنت كلاس، البيز كلاس. الفصيله الوارثه بقول عليها سب كلاس، دريفت كلاس، تشايلد كلاس، حاجه من الثلاثه. وفي المطلق العام بنقول هنا دي السوبر ودي السب، السوبر كلاس والسب كلاس. فيها مشكله يا باشمهندسين؟ طيب اذا انا بالنسبه لي دلوقتي لما جيت انشات اوبجكت من السب كلاس، ممكن استخدم الدوال اللي موجوده في السوبر كلاس عادي جدا من غير ما اعمل ايه؟ من غير ما اعمل اوبجكت منين؟ من السوبر كلاس عادي. فيها مشكله يا باشمهندسين؟ طيب الجزء اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لي الكي وورد اللي اسمها سوبر، سوبر كي وورد. ايه السوبر كي وورد دي يا باشمهندس؟ قال لي هي عباره عن كي وورد بتدل على السوبر كلاس. بتدل على مين؟ على السوبر كلاس. يعني بالنسبه لك دلوقتي لما تيجي تستدعي داله وهي موجوده في السوبر، المفروض تروح تحط قبلها مين يا باشمهندس؟ سيت الكلر وسيت الفيلد يا باشمهندس، دي عباره عن دوال موجوده في الفصيله السوبر كلاس. فانا بالنسبه لي دلوقتي المفروض قبل ما استدعيهم اروح اقول يا باشمهندس سوبر دوت، سوبر دوت، علشان اقول له ايه يا باشمهندس؟ الست كلر والست فيلد دول عباره عن ايه؟ دوال موجوده فين؟ في
في السوبر كلاس، بس هو كده كده بيعملهم لوحده، انا ورثتهم فجيتهم ايه عندي بالنسبه لي. طب احنا بنستخدم السوبر في ايه بقى يا باشمهندس؟ قال لك يا باشمهندس على عكس كل الدوال الاخرى، على عكس كل الدوال الاخرى الكونستراكتور لا يمكن وراثته. يعني انا بالنسبه لي دلوقتي الكونستراكتور بتاع الجيومتريك اوبجكت ما اقدرش اورثه وانا فين يا باشمهندس؟ مش موجود عندي. فين؟ في الكونستراكتور. فين؟ من ضمن الدوال بالنسبه لي بتاعت مين؟ السيركل بالنسبه لي. طب ليه كده يا باشمهندس؟ قال لك والله يا باشمهندس بالنسبه لك الكونستراكتور هي داله بس ليها بعض المواصفات الخاصه زي ما كان زي ما احنا اتفقنا، بس بيقول لك كمان في الوراثه لا يتم وراثتها مره اخرى، هي ما بتتورثش، الكونستراكتور ما بيتورثش. طب بيتعمل بيه يا باشمهندس؟ قال لي والله يا باشمهندس كل انا عملت اوبجكت منين يا باشمهندس؟ عملت اوبجكت من الفصيله السب كلاس، هو بيروح يستدعي الكونستراكتور كلاس، بيروح يستدعي الكونستراكتور بتاع السوبر كلاس بالنسبه لي لوحده. قال لك لوحده في بعض الحالات ومش لوحده في بعض الحالات التانية. ازاي بقى يا باشمهندس؟ قال لك والله يا باشمهندس انت بالنسبه لك انت كلمه سوبر دي، كلمه سوبر هي عباره عن كلمه بيستخدمها كونستراكتور في السب كلاس علشان يستدعي بيها الكونستراكتور في السوبر كلاس بالنسبه لي. ازاي بقى يا باشمهندس؟ قال لك والله يا باشمهندس داخل الكونستراكتور اللي بالنسبه لي ده اللي هو ما بيعملش حاجه وما مكتوبش في حاجه اصلا، جه الكومبايلر وقال هي الفصيله دي وارثه من الفصيله الصب دي اللي هي السيركل، وارثه من الجيومتريك اوبجكت. قلت له اه. قال لي خلاص والجيومتريك اوبجكت فيها ديفولت كونستراكتور او نو ارجيومنت كونستراكتور؟ قلت له اه. يعني فيها كونستراكتور ما بيعملش حاجه؟ اه. مش هيقول لي ايرور ليه يا باشمهندس؟ هو الكومبايلر بنفسه لما تيجي تستدعي الكونستراكتور ده هيقول لك كلمه سوبر وما بيعملش حاجه. فسوبر دي يا باشمهندس الكونستراكتور الكومبايلر اللي ضافها اه عشان يستدعي مين؟ قال لك علشان يستدعي الكونستراكتور بتاع الجيومتريك اوبجكت. فتعالى كده لما اجي انشئ اوبجكت كده يا باشمهندس من الفصيله سيركل، قول له سيركل سي 2 بيساوي نيو سيركل، فبيقول لي يا باشمهندس نيو سيركل اهي كده هي نو ارجمنت، ما حطيتش حاجه، فهيروح يستدعي الكونستراكتور اللي ما بياخدش حاجه في السيركل. قبل ما تنفذ حاجه هنا روح نفذ لي الكونستراكتور اللي ما بياخدش حاجه فين؟ في الجيومتريك اوبجكت في السوبر كلاس. طب انا بالنسبه لي دلوقتي، طب وبالنسبه للتاني ده؟ قال لي يا باشمهندس ما هو انت طول ما انت ما حطيتش كلمه سوبر وفي نيو ارجيومنت كونستراكتور في الفصيله السوبر، فانت بالنسبه لك الكومبايلر نفسه هيروح يحط لك هنا كلمه سوبر وفاضيه عشان يستدعيني مين؟ الكونستراكتور يا باشمهندس، الكونستراكتور اللي ما بياخدش حاجه. وهنا كذلك برضه قال لك يا باشمهندس اهو سوبر وما بياخدش حاجه. طيب افرض بقى يا باشمهندس كان النو ارجيومنت كونستراكتور ده مش موجود، قال لك ساعة ما تيجي يا باشمهندس تقول سيركل سي 2 بيساوي نيو سيركل، هيقول لك أنا بالنسبة لي دلوقتي في حاجة خطأ. قلت له ليه؟ قال لي يا باشمهندس أنت عامل لي أه هنا في نو أرجيومنت كونستراكتور أه، بس أنت طالما الفصيلة دي وارثة من الفصيلة دي الكونستراكتور ده ما استدعاش كونستراكتور هنا وما فيش نو أرجيومنت كونستراكتور عشان أنا أعملهولك. امال ايه؟ قال لي طالما الفصيله السوبر لا تحتوي على نو ارجيومنت كونستراكتور لابد للمبرمج واثناء انشاء الفصيله الصب من استدعاء الكونستراكتور باستخدام كلمه سوبر. يعني يعني انا بالنسبه لي لو مش في ناكت جيومتريك اوبجكت اللي ما بياخدش حاجه لازم انا اقول له هنا اي كونستراكتور اعمله اقول له سوبر اوف 10، يبقى هيروح يستدعي لي الكونستراكتور مين؟ لا ده 10 ايه؟ سوبر اوف، هيستدعي الكونستراكتور ده اللي هو كلر وفيل، فاقول عندي بلو ويلو، بلو ويترو، وبعد كده اقفل الكونستراكتور بالنسبه لي. كده ما يجيبلكش ايرور. ليه يا باشمهندس؟ قول والله انا بالنسبه لي دلوقتي سيركل سي 2 بيساوي نيو سيركل، هيروح يستدعي الكونستراكتور مين؟
كونستراكتور ده اللي ما بياخدش حاجه. قال لي اه ده هو عمل لي سوبر عشان ما فيش هناك ارجيومنت كونستراكتور، فقال لي هيروح يستدعي لي الكونستراكتور ده، هيحط الكلر ببلو وهيحط الفيلد بترو، يبقى كده انا مظبوط بالنسبه لي. فيها مشكله كده لحد دلوقتي؟ طب تعالى نبص تاني. يجي للكونستراكتور اللي بعد ده يقول لك سوبر وفاضي ما ينفعش. امال يا باشمهندس؟ لازم احط فيه بيانات بالنسبه لي لان ما فيش هناك نو ارجيومنت كونستراكتور. طب وكذلك هنا؟ قال لي يا باشمهندس هنا بقى بالنسبه لك دلوقتي انت السوبر دوت سيت الكالر بالكالر وسوبر دوت سيت الفيلد والفيلد. طب انت ممكن يا باشمهندس مش تعمل كده اهو، مش انت كده كده بتستخدمهم علشان تحط قيم ابتدائيه؟ مش الكونستراكتور ده بيستخدمه علشان احط قيم ابتدائيه للكالر والفيلد؟ مش انا بستخدمه عشان كده؟ مش انا استخدمت سيت الكالر عشان احط قيمه ابتدائيه للكالر جوه الكونستراكتور، والكونستراكتور ده هيتنفذ كام مره؟ مره واحده بس عند انشاء الاوبجكت، صح كده؟ فانا بالنسبه لي مش ممكن اشيله واقول انت بالنسبه لك دلوقتي اهو اقول له سوبر اوف كالر وفيلد. مش هو كده كده هيروح يستدعي الكونستراكتور؟ مش هده لما اجي اعمل اوبجكت ده ان هو سيركل سي واحد بيساوي نيو سيركل في خمسه وبلو فورس، هيروح يعمل ايه؟ هيروح يعمل ايه؟ هيستدعي الكونستراكتور ده اللي بياخد 3 ارجيومنت. فيروح يقول انا قبل ما استدعي الكونستراكتور بتاع اللي بياخد 3 ارجيومنت بيعمل ايه يا باشمهندس؟ قال لك بيروح ينفذ الكونستراكتور باستخدام كلمه سوبر. انا قلت له روح استدعي اللي فاضي؟ لا، ده انا قلت له روح استدعي مين؟ اللي بياخد قيمتين، وخد ادي له قيمه الكالر والفيلد، فخد قيمه الكالر والفيلد، فهيعمل ايه؟ يحزن لي قيمه الكالر في الكالر ويحزن لي قيمه الفيلد في الايه؟ في الفيلد بالنسبه لي. يبقى اذا انا بالنسبه لي دلوقتي استخدمت كلمه سوبر علشان اضبط القيم الابتدائيه داخل السوبر كلاس. طب انا بالنسبه لي دلوقتي يا باشمهندس بقول لك الكونستراكتور في داخل الفصيله السب، داخل الفصيله السب قبل ما بينفذ الاوامر بتاعته لابد من تنفيذ الكونستراكتور للفصيله السوبر الاول. يعني يعني انا لما اعمل اوبجكت هنا قبل ما ينفذ الكونستراكتور بتاع الفصيله اللي انت عامل منها اوبجكت الفصيله الصب يروح يعمل ايه يا باشمهندس؟ يروح ينفذ الكونستراكتور بتاع مين؟ السوبر الاول. فقال لك يا باشمهندس عشان كده كلمه سوبر لابد ان توضع في اول سطر في الكونستراكتور. حطيتها تاني سطر هيقول لك ايرور، مفيش سوبر بتحط في تاني سطر، لازم سوبر توضع في اول مين؟ في اول سطر في الايه؟ في الاول سطر. تكتب سوبر اوف كلر وفيلد، انت تستدعي الكونستراكتور بتاع مين؟ بتاع السوبر، وبتدي له الكلر والفيلد، وبعد كده تكتب اللي انت عايز تكتبه، لان ده كده كده هيتنفذ قبل مين؟ كده كده هيتنفذ قبل اللي موجود داخل الكونستراكتور بتاع الفصيله الايه؟ الصب بالنسبه لي. فيها مشكله كده؟ فيها مشكله؟ في حد عنده مشكله؟ تاني، الكونستراكتور بتاع الفصيله السوبر بيتم تنفيذه اولا قبل الكونستراكتور بتاع الفصيله الصب. يعني بتاع الفصيله الموروثه بيتنفذ قبل كده كده مين؟ الفصيله الوارثه. فبالنسبه لك دلوقتي يا باشمهندس انا انشات اوبجكت من الفصيله الصب، الفصيله الصغيره الوارثه، بس انا بالنسبه لي دلوقتي يا باشمهندس قبل ما تنفذ الكونستراكتور بتاعها ده هتروح تنفذ الكونستراكتور بتاع مين؟ بتاع الفصيله السوبر اللي هي بتاع الجيومتريك اوبجكت. فيقول لك انا لازم احط استدعاء الكونستراكتور فين يا باشمهندس؟ في اول سطر فين؟ في الكونستراكتور بالنسبه لي. فيها مشكله كده لحد دلوقتي؟ فيها مشكلة؟ تعالوا ناخد مثال بسيط كده وتقولوا لي الاوتبوت في الدالة دي عبارة عن ايه؟ تقولوا لي الاوتبوت اللي هيخرج عبارة عن ايه؟ هكتب المثال بس هنا كده. بابليك ستاتيك فويد مين؟ سترينج ارجيومنتس فاكولتي في واحد بيساوي نيو فاكولتي، وقفل المين وفتح بابليك فاكولتي كونستراكتور وقال لي سيستم دوت اوت دوت برنتلين بيرفورم الامبلوي. بعد كده قفل الكونستراكتور وقفل الكلاس بتاعتي. بعد كده كلاس امبلوي اكستند ذس بيرسون. قال لي بابليك امبلوي ذس، وراح فاتح لي قوس وقال لي انفيكوت الامبلوي بين دبل كوتيشن. بعد كده سيستم دوت اوت دوت برنتلين بيرفورم الامبلوي، وقفل الكونستراكتور بالنسبه لي وعمل لي كونستراكتور تاني وقال لي بابليك امبلوي سترينج اس، وقال لي سيستم دوت اوت دوت برنتلين اطبع لي الاس بالنسبه لي. بعد كده راح قال لي كلاس بيرسون وقال لي بابليك بيرسون سيستم تاوت برنتلين بيرفورم البيرسون، وات از ذا اوت اوف ذيس كود.
عايز الاوت بتاع الكود ده. انا وفصيله ورثه من فصيله وفصيله ورثه من فصيله. انت الفصيله الواحده بترس مره واحده بس، فصيله ورثه من فصيله وفصيله ورثه من فصيله وفصيله ورثه فريسه يعني ما عادي، او فصيله موروثه من اكتر من فصيله عادي، انما هي بترس مره واحده بس، يعني بتكستند مره واحده بس، الفصيله نفسها بتكستند مره واحده بس. حاجه هيطبعها وبعدين هيطبع بيرفورم امبلوي، وبعدين بيرفورم دي بيرفورم ستودنتس، معلش اه ماشي دي التالت بس كده اجابتك يعني حلوه كويسه يعني تدل ان انت فاهم شويه. البوكل امبلوي بيعمل ايه؟ ايوه ماشي، انا عارف يطبع اربعه بس الترتيب بتاعهم ها ده واحد هي فين اثنين؟ انفوكل امبلوي وبعدين بالفورم الامبلوي وبعد كده اربعه كده اجابه صحيحه 100%. هدي له 5 جنيه وهو ماشي. يبقى اذا بيقول لك يا باشمهندس ان احنا عندنا بدل ما تعمل دلل ده ودلل ده، قلت له اه اعمل دله واحده بس، قلت له تمام اعمل دله واحده هنسميها برنت الداتا. برنت الداتا اهي برنت الداتا بالنسبه لي. طيب قال لك يا باشمهندس انت امسح الداله الثانيه دي، قلت له تمام مسحناها اهو ولا كان كانت في داله هنا ثانيه خالص. قلت له ايه؟ قال لي بدل ما تعرف فيها اوبجكت من السيركل روح عرف جواها اوبجكت من الفصيله السوبر اللي هناك دي. قلت له تمام، يعني عرف جواها جيومتريك مين؟ اول البرنامج بيبدا بمين؟ بالمين بالنسبه لي. فقال لي ايه؟ بابليك ستاتيك فويد مين فاكلتي في واحد بيساوي نيو فاكلتي، ده هيعمل ايه؟ هيروح يستدعي الكونستراكتور بتاع مين؟ الفاكلتي، فيروح يجي يستدعي الكونستراكتور ده، فيقول لك ده انا وارث منين؟ من الامبلوي، فيروح يستدعي الكونستراكتور بتاع مين؟ الامبلوي اللي ما بياخدش حاجه، فيقول لك ده انا وارث منين؟ من البيرسون، فيروح يستدعي الكونستراكتور بتاع البيرسون اللي ما بياخدش حاجه، فيقول لي ايه؟ اعمل لي ايه؟ سيستم دوت اوت برنتلين بيرفورم البيرسون. يبقى دي اول حاجه هتطبق. بعد كده يرجع تاني بقى للكونستراكتور اللي عليه الدور اللي بعتني هنا. مين اللي بعتني هنا؟ الكونستراكتور بتاع الامبلوي ده. فقال لك زيس معناها ايه يا باشمهندس؟ استدعي الكونستراكتور بتاع نفس الفصيله، سوبر بتستدعي بتاع الفصيله السوبر، زيس بتستدعي الكونستراكتور بتاع مين؟ نفس الفصيله بالنسبه لي. فزيس وبعت لها جمله، فقالت الجمله دي عباره عن ايه؟ قال لي هروح للكونستراكتور اللي بيطبع اللي بياخد جمله فيخزن في الاس دي مين؟ انفيكوت الامبلوي، فيروح طابعها لي. سيستم دوت برنتلين فيطبع مين؟ الاس. يبقى دي تاني جمله هتطبع. كمل بالنسبه لك سيستم دوت برنتلين بنفورم الامبلوي، يبقى هيطبع دي الجمله الثالثه. بعد كده يرجع للكونستراكتور مين؟ بتاع الفصيله اللي اخر فصيله اللي احنا كنا بادئين منها اصلا، فقال لك هيبقى بيرفورم ستودنت، اطبع بيرفورم ستودنت. يبقى هيطبع دي الاول، بعد كده هينفيكوت الامبلوي دي هيطبعها منين؟ هيطبعها من السترنج دي، لان الزيس معناها استدعي الكونستراكتور بتاع نفس الفصيله اللي بياخد بارامتر عباره عن جملة. فانا بالنسبة لي دلوقتي هروح يستدعي الكونستراكتور اللي بياخد جملة، فلاقي الكونستراكتور ده، فقال لك اس بيعمل ايه ده؟ قال لي سيستم بتاعت برنتلين يطبع للاس، يبقى هيطبع كلمة مين؟ انفيكوت الامبلوي. بعد كده يكمل سيستم بتاعت برنتلين بالفورم الامبلوي، فيطبع بالفورم الامبلوي، ويرجع بعد كده يستدعي مين؟ يكمل اوامر بقية اوامر الامر ده، يقول لك سيستم بتاعت برنتلين بالفورم الستودنتس. يبقى هيطبع الاربع جمل بالترتيب ده. راح جاب اول حاجه خالص، جاب اخر فصيله تم وراثتها، بعد كده جاب الفصيله اللي بعدها الابن اللي بعده، وبعد كده جاب الابن اللي بعده. فيها مشكله كده يا باشمهندسين؟ طيب نيجي بعد كده يا باشمهندس، في عندك حاجه اسمها الاوفرلودنج الاوفر رايدنج. ايه الاوفر رايدنج ده يا باشمهندس؟ الاوفرلودنج، وقلنا الاوفرلودنج مطبق قدامك اهو يا باشمهندس، ان انت عندك اكتر من دالة بنفس الاسم ولكن مختلفين في نوع وعدد مين البارامتر بالنسبة لي. ده بنقول عليه
او نوع القيمة الراجعة، فده بنقول عليه الاوفرلودنج. عندي اكتر من دالة بنفس الاسم مختلفين في عدد البارامتر او نوعهم، فده بنقول عليهم يا باشمهندسين الاوفرلودنج. امال ايه الاوفررايدنج بقى يا باشمهندس؟ قال الاوفررايدنج يا باشمهندس معناه ان انا بالنسبة لي دلوقتي، معناه ان انا بالنسبة لي دلوقتي عندي ميثود وهبنيها بنفس كل حاجة، نفس الاسم ونفس القيمة الراجعة ونفس البارامتر بالنسبة لي، نفس الاسم ونفس البارامتر ونفس كل حاجة ونفس القيمة الراجعة، بس بتأدي أمر غير الأمر، بتأدي أمر الأوامر اللي جوه دي غير الأوامر اللي جوه دي. طب أنا بالنسبة لي دلوقتي يا باشمهندس، إحنا عندنا دلوقتي أنا هقول هنا فصيلة اسمها برنت سيركت، برنت وليكن، وبترجع لي قيمة سترينج، وهنا فصيلة دالة برضو اسمها برنت وبترجع لي سترينج. فأنا بالنسبة لي دلوقتي يا باشمهندس الدالة دي زي الدالة دي بالظبط، فدي معمولها اوفررايدنج على دي، اوفررايدنج. الاوفررايدنج يا باشمهندس معناها ان انا هعرف دالتين بنفس الاسم، دالة معرفة في الفصيلة السوبر تم تعريفها داخل الفصيلة الصب بنفس الاسم ونفس القيمة الراجعة، فأنا بالنسبة لي دلوقتي يا باشمهندس بيعمل ايه؟ قال لك يا باشمهندس بيعمل اوفررايدنج. طب قلت له يا باشمهندس انت لما تيجي بقى تعرف سيركل سي واحد بالظبط كده، سيركل سي واحد بتساوي نيو سيركل، هتقول له سي واحد ضد برنت، هيطبع لك مين بقى يا باشمهندس؟ برنت دي ولا برنت دي؟ هيطبع لك اللي في موجوده في الصب ولا اللي موجوده في السوبر؟ في الصب. هيطبع لك الفصيل الميثود الاحدث، مين الميثود الاحدث يا باشمهندسين؟ الصب اللي موجوده في الصب، هي بنفس الاسم ونفس كل حاجه، فانا بالنسبه لي دلوقتي يا باشمهندس لما اجي استدعيها استدعي الداله اللي موجوده فين؟ في الصب. فبيقول لك الاوفر رايدنج معناه ان انا عندي داله موجوده في السوبر مكتوبه انها قيمه راجعه وليها قيمه ولها بارامتر، رحت عرفتها مره ثانيه في الصب بنفس القيمه الراجعه ونفس عدد البارامتر ونوعهم واسمهم، بس الامر اللي هنا يختلف عن الامر اللي هنا، ده اسمه اوفر رايدنج بالنسبه لي. فيها مشكله كده؟ طب تعالوا ناخد مثال عليها كده بسيط. يلا يا باشمهندس بقى، بيقول لك بابليك كلاس تيست بابليك ستاتيك فويد مين سترينج الارجنز، راح عامل لي اوبجكت من الايه؟ قال لك ايه بيساوي ايه؟ ايه بيساوي نيو ايه؟ وقال لك ايه وبي بيساوي 10 وايه وبي بيساوي 10 وبين 0، وقفل لك المين وقفل لك الكلاس. قال لك بابليك كلاس بي فيها داله وحيده اسمها بابليك فويد البي دبل اي، وسيستم بتاعت برنتلين اطبع لي اي في 2، وقفل الداله وقفل الكلاس. بعد كده يا باشمهندس قال لك بابليك كلاس اي اكستندس بي، فقال لك يا باشمهندس انت بالنسبه لك دلوقتي بابليك فويد البي دبل اي بالنسبه لي نفس البابليك فويد بي، نفس الاسم ونفس البارامتر ونفس نوع القيمه الراجعه، بس المره دي بيطبع لي مين؟ الاي بس. طيب يجي يقول لك الاوتبوت من دي عباره عن ايه بقى يا باشمهندس؟ قال لك والله تعالى بص انت عندك الاي ورسم البي، يعني حصل لها ايه يا باشمهندس؟ الميثود بي حصل لها ايه؟ اوفر رايدنج. يعني انا دايما لو جالي اوبجكت هعمل فيها ايه يا باشمهندس؟ هستدعي مين؟ الداله اللي تحت دي، فقال لي بالنسبه لي ايه وفي الاي بيساوي نيو ايه، بعت لي الاي وبي ايه ضد بي وب 10، يبقى راح استدعي الداله نهين اللي معمول لها اوفر رايدنج اللي هي هحط في الاي كام؟ 10. فالسيستم بتاعت برنتلين عمل لي ايه؟ هيطبع لي مين؟ 10.0، لانه عمل كاستنج من انتجر لمين يا باشمهندس؟ لدبل، وبيحصل عادي امبليسيت عادي. طيب نيجي بعد كده قال لي استدعي الداله تاني اودو ايه ده ايه ضد بي ب 10.0، هيروح يستدعي مين؟ الداله اللي معمول لها اوفر رايدنج، فيقول انا بالنسبه لي دبل اي، الاي فيها كام؟ 10.0، اطبعهم لي فيبقى 10.0. يبقى اذا انا بالنسبه لي دلوقتي ده او ده راح استدعى لي مين؟ الداله لمين يا باشمهندس؟ الاوفر رايدنج ميثود. طيب تعالى بص بقى يا باشمهندس، لو انا عملت دي كده اهو، تحول من اوفر رايدنج لاوفرلودنج، تحول من اوفر رايدنج لاوفرلودنج ليه يا باشمهندس؟ لان نفس الاسم بس مش نفس البارامتر، بنوع البارامتر اختلف. فتعال نبص بقى، بالنسبه لي دلوقتي يا باشمهندس لما اقول له ايه ضد بي اوف 10
هيروح يستدعي انهي دالة؟ الدالة اللي موجود فيها مين يا باشمهندس؟ ما انا بالنسبة لي ده وارث ده، يعني ده كله موجود ايه؟ هنا تاني. فانا بالنسبة لي دلوقتي هروح استدعي الدالة اللي بتاخد انتجر ولا بتاخد دبل؟ تاخد انتجر، فيقول انا بالنسبة لي انتجر هيخزن في الاي كام؟ 10. بعد كده سيستم بتقعد برنت الاي في 2 فيروح طابعها بكام؟ 20. طيب يجي هنا A دوت B اوف 10 بوينت 0 فيروح يستدعي الدالة هنا يا باشمهندس اللي بتاخد قيمة دبل، فبالنسبة لي دبل اي، فيحط في الاي 10 بوينت 0 فيتبعها فيقول 10 بوينت 0. يبقى انا بالنسبة لي دلوقتي يا باشمهندس الاوفر رايدنج ميثود هي اوف، هي خاصية مرتبطة بالوراثة، يعني ما ينفعش اطبقها جوه كلاس واحدة، يعني ما اقدرش اقول جوه نفس الكلاس نفس الدالة بنفس الاسم بنفس كل حاجة وبتعمل وظيفة مختلفة. الاوفر رايدنج ميثود هي عبارة عن خاصية مرتبطة بالوراثة. لو عرفت ميثود جوه السوبر وعايز تعرفها تاني جوه الصب بنفس الاسم ونفس القيمة الراجعة ونفس كل حاجة بس بتقضي وظيفة مختلفة ده يجوز. طب بالنسبة للأوفرلودينج، قال لك الأوفرلودينج يا باشمهندس ممكن يكون في نفس الكلاس وممكن يكون في الكلاس في الكلاسز الايه؟ الموروثة عادي، يعني أنا بالنسبة لي دلوقتي ده وده معمول لهم مين يا باشمهندس؟ أوفرلودينج، لأن دي فصيلة ميثود بابليك، فمعنى دي ورثت دي يعني دي جت هنا كمان. فيها مشكلة كده لحد دلوقتي؟ ده الفرق بين الأوفرلودينج والأوفر رايدنج. طيب بيقول لي بعد كده يا باشمهندس انا بالنسبه لك دلوقتي، بالنسبه لي دلوقتي يا باشمهندس بيقول في الحقيقه يا باشمهندس اي كلاس انت عملتها كانت كلاس ورثه، هي عباره عن صب. اي كلاس انت عملتها من يوم ما بدانا الجافا هي عباره عن كلاس سب كلاس. لمين بقى يا باشمهندس؟ قال لي لكلاس اسمها الاوبجكت كلاس. بالنسبه لي هي كلاس موجوده داخل الجافا ويتم وراثتها تلقائيا بدون كلمه اكستندس، يعني لو الفصيله مش ورثه من اي فصيله ثانيه بتورث من مين يا باشمهندس؟ من الفصيله اللي اسمها ايه؟ اوبجكت كلاس. فدي معنى كده عشان ما اجي اعرف الفصيله دي مش كنت هقول عليها بابليك كلاس جيومتريك اوبجكت، بس هي في الحقيقه مش كده. الكومبايلر ساعه ما بيجي يترجمها بيقول عليها بابليك كلاس جيومتريك اوبجكت اكستندس الاوبجكت. بالنسبه لي الاوبجكت كلاس يا باشمهندسين هي عباره عن كلاس موجوده داخل الجافا باي فصيله مش ورثه من اي فصيله ثانيه بيتم بترث من مين يا باشمهندسين؟ من الاوبجكت كلاس بالنسبه لي. ومعرف داخل الاوبجكت كلاس داله اسمها تو سترينج، داله اسمها تو سترينج، ولما اجي اعرف داله ثانيه اسمها تو سترينج وبترجع تو سترينج يا باشمهندس بنعمل حاجه اسمها اوفر رايدنج اللي احنا لسه قايلين عليها. ان انا بالنسبه لي دلوقتي داله تو سترينج في الاوبجكت معرفه داخل الكلاس اللي اسمها اوبجكت، فلما بعمل اي داله ثاني اسمها تو سترينج وبترجع سترينج فيبقى بالنسبه لي ده اوفر ايه؟ رايدنج بالنسبه لي. فيها مشكله كده لحد دلوقتي؟ فيها حاجه في مشكله؟ طيب تعالوا بقى باقي معايا موضوعين اتنين بساط جدا. الموضوع الاولاني بيتكلم على حاجه اسمها البوليمورفيزم وهو المبدا الثالث من مبادئ الاوبجكت اورينتد. لحد ما اقف النهارده الميد تيرم، لحد ما اقف النهارده حد الاري ليست مش الاري، عشان الناس تبقى عارفه الميد تيرم لحد الاري ليست مش الاري، والاري ليست دي اخر حاجه في شابتر 11 لسه هشرح الاري ليست. فقال لي يا باشمهندس انت بالنسبه لك دلوقتي بابليك ستاتيك فويد برنت الداتا، بدل ما تعرف اوبجكت جوه الداتا دي من السيركل ولا من الريكتانجل عرفها من فصيله السوبر اللي هي اسمها جيومتريك اوبجكت بالنسبه لي. فانا بالنسبه لي دلوقتي هقول انا عندي جيومتريك اوبجكت جي 1 وهقول له بدل ما تطبع لي سي 2 دوت جيت الكلر جي 1 دوت جيت الكلر، وسي 2 وجي 2 دوت جيت الداتا كرييتك اعملها جي 1 دوت جيت الديت كرييتد. طب هيقول لي صح ولا غلط؟ قلت له صح. ليه يا عم الحاج؟ قال لي ما هو الاوبجكت ده لما ابعت له سيركل سي 1 بيعمل ايه دلوقتي؟ هو السيركل سي 1 مش جواه جيومتريك اوبجكت؟ اه. فقال لي ده هيروح متشكل على انه سيركل. طب ولما ابعت له ار 1؟ قال لي ما هو الار ريكتانجل برضه جواه جيومتريك اوبجكت، فهيروح الجي 1 متشكل على انه
ريكتانجل، فمرة ده يبقى ريكتانجل ومرة يبقى سيركل والاتنين صحيحة. فبدل ما انشي اكتر من دالة قال لك ده هو معنى البوليمورفيزم، ان انا وفرت جزء من الكود، ان انا الاوبجكت بتاع الجيومتريك تشكل على حسب الفصائل السبز بتاعته. فيها مشكلة كاش مانسين؟ يبقى ده ممكن يتشكل على انه سيركل وممكن يتشكل على انه ريكتانجل. طب بيقول لك يا باشمهندس، طب ما انت بالنسبة لك دلوقتي مستدعي لي دالتين منين يا باشمهندس؟ من الصب، من السوبر، سوبر كلاس. طب انا لو رحت استدعيت من الصب كلاس هيقول لي لا؟ اقول لك لا ليه؟ ما انت اصلا لو عندك الاوفر رايدد ميثود، لو انت عندك معرف هنا وانت معرف الداله هنا بنفس الطريقه بالظبط، هيروح يستدعي مين؟ اللي موجوده في الصب. وكذلك برضو يا باشمهندس، انا بالنسبه لي لما اروح استدعي معايا حاجه صغيره، مش ده الصغير، مش ده اللي جوه ده، فانا بالنسبه لي دلوقتي لما يعمل كاستنج من صغير لكبير هينفع ولا مش هينفع؟ لما احط ده جوه ده، ده جواه هنا موجود كله هنا، فانا بالنسبه لي لما استدعي داله من هنا كاني بصيت، بدل ما ابص من حاجه صغيره كده اللي هي الجيومتريك اوبجكت اللي موجوده هنا، بصيت للسيركل كلها، هيقول لي حاجه في فقد في الداتا هنا، في فقد في الداتا ده. يبقى ممكن الجيومتريك الجي واحد ده يشاور على مين؟ على سيركل. فيها مشكله كاش مهندسين؟ هيشاور على الاوبجكت اللي جوه السيركل، على الجيومتريك اوبجكت اللي جوه السيركل. وكذلك الجي واحد ده لو هو بعت له ار واحد هيشاور على مين؟ على الجيومتريك اوبجكت اللي جوه المين؟ اللي جوه الريكتانجل بالنسبه لي. فيبقى اذا انا بالنسبه لك دلوقتي يا باشمهندس، انا بالنسبه لك دلوقتي بقول لك ده تشكل مره على انه مين؟ سيركل، وعلى انه ريكتانجل. فبالنسبه لي هو عباره عن مين؟ بوليمورفيزم. بالنسبه لي هو ده اسمه تعدد الاشكال، عشان كده الاوبجكت الواحد بياخد كذا شكل. في حد عنده مشكله فيها لحد دلوقتي؟ في حد عنده مشكله فيها؟ في حد عنده؟ ايه يا باشمهندس؟ قال لي عباره عن حاجه اسمها تعدد الاشكال. يعني ايه تعدد الاشكال يا باشمهندس؟ يعني انا بالنسبه لي عندي اوبجكت واحد وبشكله كذا مره، بشكله بعجنه بخليه كل شويه اخلي له شكل جديد. مره بالنسبه لي اخليه، لو انا عندي جيومتريك اوبجكت مثلا، مره هخليه سيركل ومره هخليه ريكتانجل ومره هخليه مثلا السكوير. لو انا عندي فصيله ثانيه اسمها ريكتانجل بالنسبه لي هنا، لو انا عندي فصيله اسمها ريكتانجل كده، والريكتانجل بالنسبه لي برضه ورثه من مين يا باشمهندس؟ ورثه من الجيومتريك اوبجكت، وفيها بعض الحاجات بتاعتها زي الويتس والهايت والكلام ده كله، ده الويتس ودبل، وفيها الهايت برضو كدبل برضو، وفيها كل الدوال بتاعتها، كل حاجه فيها الدوال بتاعتها، الراديوس والبريومتر وكل حاجه موجوده. طب قال لك يا باشمهندس انا جوه المين دلوقتي، جوه المين. قلت له خلاص انت جوه المين اهو، بابليك ستاتيك فويد مين، وجواها عايز اعمل سترنج الارجيومنتس بالنسبه لي اهو. عايز اعمل ايه؟ قال لي عايز تعمل اوبجكت من السيركل، فاقول اهو يا عم سيركل سي واحد بيساوي نيو سيركل، مش هنعمله سيركل عادي، هاخد الريديوس بتاعنا خمسه والكلر بتاعنا بلو والفيلد ترو. يلا ان شاء الله ما حد يحوش. طيب وهعمل اوبجكت من ريكتانجل وهعمل سي 2 ار 1 وليكن، وبعد كده هقول له نيو ريكتانجل، وبرده هبعت الويتس والهايت والكلر ومين. في كونستراكتور هنا بياخد الاربع حاجات، الويتس والهايت والكلر ومين والفيل، فاقول خمسه وسبعه والكلر يلو ويفوز ومش مليان. يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي عملت مين يا باشمهندس؟ اوبجكت من السيركل واوبجكت من مين؟ عندي دايره وعندي مستطيل. عايز اعمل دايل داله يا باشمهندس تعمل لي ايه؟ ادي نهايه المين اهي، عايز اعمل داله تطبع لي بيانات السيركل وداله تعمل لي بيانات مين؟ الريكتانجل. فانا بالنسبه لي دلوقتي قلت له خلاص تعالى نعمل اول حاجه داله بتعمل لي بيانات مين؟ السيركل بالنسبه لي، فاقول هي عباره عن ايه؟ هستدعيها من جوه المين،
فطالما هستدعيها من جوه المين يبقى الموديفاير بتاعها زي المين. فاقول انا بالنسبه لي دلوقتي بابليك ستاتيك، وعرفنا كلمه بابليك ستاتيك دي معناها ايه، وعرفنا كل حاجه معناها ايه. بعد كده مش هترجع حاجه يعمل حاجه، وهقول هنا برنت السيركل او اعطيها برنت الداتا، داتا سيركل وليكن. بالنسبه لي ما بتاخدش حاجه، او هتاخد اوبجكت من مين بقى يا باشمهندس؟ ما انا عايز اطبع بيانات سيركل، يبقى هتاخد اوبجكت من مين؟ من السيركل. فهقول له سيركل سي 2، وهقول له مين بقى؟ سيستم دوت اوت دوت برنت لين. بالنسبه لي اطبع لي سي 2 دوت جيت الكالر بلس سي 2 دوت جيت الداتا كرييتد، مثلا الديت كرييتد، اطبع اللي انا عايزه بقى. فيها مشكله كده لحد دلوقتي؟ اطبع هي لونها ايه واتنشأت امتى؟ فيها مشكله؟ ودول ده الاثنين موجودين فين؟ في الجيومتريك اوبجكت بالنسبه لي. فيها مشكله كده؟ طيب جيت بالنسبه لي فيها ما فيهاش مشكله، اجي استدعيها هنا، هقول انا عندي برنت السيركل اهي، استدعي يا عم الحاج برنت السيركل اهي، ولا هيقول لك تلت التلاته كام، وابعت له سي 1. وقلنا لما بنيجي نبعت اوبجكت لميثود بنبعت العنوان بتاعه، فيها الريفرنس بتاعه. طيب نيجي بعد كده لو عايز اعمل داله ثانيه اهي بابليك ستاتيك برضو فويد برنت الريكتانجل بالنسبه لي، واحنا بالنسبه لنا هقول عندي ريكتانجل R1 ده الاوبجكت بتاعي، برضو هطبع نفس الحكايه بالظبط جي R1 دوت جيت الكالر بلس R1 دوت جيت الديت كرييتد. تمام كده؟ واجي استدعيها هنا، فبالنسبه لي بيقول لك برنت الديت كرييتد، برنت الايه؟ الريكتانجل، وابعت لها الريكتانجل بالنسبه لي اللي هو R1. فيها مشكله كده لحد دلوقتي؟ قال لك يا باشمهندس ما انت كده بالنسبه لك دلوقتي الفصيله سيركل كلاس سيركل وكلاس ريكتانجل وارسين من كلاس ثانيه اسمها جيومتريك اوبجكت، يعني دي السوبر وده صب وده صب. قلت له اه. قال لك معناها ايه يا باشمهندس؟ قال لك ايتش اوبجكت فروم سب سيركل سب كلاس از ان اوبجكت فروم سوبر كلاس، يعني الاوبجكت بتاع السب كلاس هو داخله اوبجكت من مين؟ من السوبر كلاس. ولكن العكس غير صحيح، يعني الاوبجكت من السوبر مش داخله اوبجكت من مين؟ من السب. يعني انا بالنسبه لي لما انا وده ورث ده خد كل حاجه هنا حطها عنده، يبقى لما انشي اوبجكت من السيركل جواه اوبجكت من مين؟ من الريكتانجل، من الجيومتريك اوبجكت. انما لما اجي انشي اوبجكت من الجيومتريك اوبجكت مش جواه سيركل ولا جواه ريكتانجل، صح كده؟ يبقى بيقول لك اي سيركل او اي ريكتانجل جواها جيومتريك اوبجكت، انما العكس غير صحيح، ان من كل جيومتريك اوبجكت مش جواه سيركل ولا جواه ريكتانجل بالنسبه لي، صح كده؟ ايه الاري ليست دي يا باشمهندس؟ قال لي هي عباره عن حاجه بستور فيها الداتا، بستور فيها الداتا يعني بخزن فيها الداتا. طب ما احنا خدنا اري بنخزن فيها الداتا. قال لك يا باشمهندس ما انت بالنسبه لك دلوقتي الاري ليست زي الاري بالظبط بس دايناميك، يعني الاري ليست تعتبر دايناميك اري. يعني انا بالنسبه لي دلوقتي يا باشمهندس اول فرق بين الاري ليست والاري ان انت بالنسبه لك دلوقتي الاري ليست عباره عن ايه؟ قال لك يا باشمهندس انت لو كنت لما بتيجي تنشئ اري كنت لازم تعرف عدد العناصر بالظبط، يعني مثلا كنت بقول عندي انتجر والقوس المربع بتاعي اكس بيساوي نيو انتجر اوف مين يا باشمهندس؟ اوف 5، لازم اكتب هنا العدد، هنا عدد 15 عنصر 20 عنصر 30 عنصر 40 عنصر. قال لك انما الاري ليست يا باشمهندس لا، ساعة ما بتنشئها بيبقى حجمها صفر، عدد العناصر فيها صفر، يعني انت لو جبت السايز بتاعها هتلاقيه صفر، اه ما فيهاش ولا عنصر. يعني هي بتتنشئ
بمين يا باشمهندس؟ بلا شيء من العناصر. يعني السايز بتاعها صفر، يعني مش لازم احدد لها حدد مين يا باشمهندسين؟ عدد العناصر. طب تاني حاجة يا باشمهندس، قال لك دي بتستور فاريابلز يا باشمهندس، يعني بخزن فيها انتجر 5 10 15 20، دي بتستور اوبجكتس، يعني ممكن كل عنصر فيها يكون عبارة عن مين؟ اوبجكت. كل اوبجكت بقى باللي فيه ماليه، يعني مثلا اوبجكت من السيركل يبقى مليان سيركل الراديوس والست الكالر والكلام ده كله، اوبجكت من الريكتانجل يبقى انا بالنسبه لي مليان الريكتانجل كله. طب انا بالنسبه لي دلوقتي يا باشمهندس ده، ما انا كنت بخزن هنا برضو اوبجكت، قلت له ماشي بس الحجم هنا كام؟ كان ثابت. يعني انا بالنسبه لي دلوقتي لو جيت قلت انا عندي 15 كده، لازم اقول يا باشمهندس ال 15 من 0 لحد 14، صح كده؟ انما انشات الاري ليست حجمها 0، ضفت العنصر الاولاني هيبقى حجمها 1، حط لي العنصر الاولاني، ضفت العنصر الثاني حط لي العنصر الثاني هنا، الثالث الرابع الخامس حطيت 5، ادي 0 1 2 3 4. لو جيت حذفت عنصر من العنصر رقم 3 هيعمل لي ايه؟ هيحذفها يشيله وهيخلي هيخليها 13 من 0 13؟ لا، ده هيخلي لي قيمته بصفر بس، ده اقصى حاجه ممكن اعملها، صح كده؟ انما هنا بالنسبه لي لو جيت حذفت العنصر الثاني هيخلي لك حجمها بدل ما هو 4 يبقى 3. طيب جيت ضفت عنصر، عنصر بدل ده 2 3 4، جيت ضفت عنصر هنا، قال لك يا باشمهندس هيروح ضاف هنا خليها 4 ومخلي ده 5. يعني انت بالنسبة لك دلوقتي يا باشمهندس الاري ليست حاجة اضيف فيها اخد منها بالنسبة لي كل اللي انت عايزه، بس الحجم بتاعها فليكسبل بالنسبة لي، دايناميك، يعني يروح ويجي يكبر ويصغر بالنسبة لي براحته. فيها مشكلة كده؟ طب تعالوا بقى ننشئ الاري ليست بالنسبة لي. قال لك احنا كنا بننشئ الاري ليست بالنسبة لك بالمنظر ده كده. قال لك عشان تنشئ الاري ليست يا باشمهندس هتكتب كلمة اري ليست، بعد كده الكونكر التايب هتكتبه كده. ايه الكونكر التايب ده؟ نوع الاوبجكت اللي انت هتحطه. الاوبجكت بتاعك من نوع ايه؟ اذا كان وليكن مثلا ستودنت احط ستودنت، اذا كان سيركل احط سيركل، اذا كان انتجر احط انتجر، اذا كان سترنج احط انتجر، بس اعمل ايه؟ ادي سترنج بتتكتب كده، الكونكر التايب بتاعها سترنج، الانتجر بتتكتب كده اي ان تي اي جي ار، الدبل بتتكتب كده دبل، ده الكونكر التايب بالنسبه لي. فيها مشكلة كده؟ السيركل بتتكتب كده سيركل وانا ماشي كده. طيب بعد كده اسم الاري ليست بالنسبة لك، اسم الاري ليست اهو بيساوي نيو اري ليست، نوع الكونكر التايب تاني نفس ده بالظبط، بعد كده قوسين دائريين وبعد كده فاصلة منقوطة، النوع ده بالظبط، يا تسيبها فاضيه يا تكتب فيها نفس النوع ده. كونكر تايب بالنسبه لي للتعريفين موجودين صح، يعني يا تكتب هنا الكونكر تايب تاني يا تسيبها فاضيه. طيب نيجي بعد كده يا باشمهندس، قال لك هيروح جايب لك ايرور كده، قال لك ايرور ليه يعمل حاجه؟ قال لي ما اصلا الاري ليست دي عباره عن كلاس جوه الجافا، عشان اعمل منها اوبجكت لازم ايه يا باشمهندس؟ لازم اروح اعمل ايه؟ اعمل امبورت للكلاس بتاعتها. فهعمل امبورت للكلاس بتاعتها ازاي؟ قال لي هتبقى امبورت الجافا دوت يوتاليتي دوت اري ليست، يبقى انا بالنسبه لي كده هقدر استخدمها. طيب نيجي بعد كده يا باشمهندس، قال لك انا هعرف اري ليست من السترنجز وهسميها سيتي ليست. قال لك جوه يا باشمهندسين الاري ليست مجموعه من الدوال التي تساعدك على اضافه وحذف وايجاد وايجاد الحجم، كل حاجه موجوده داخل مين؟ داخل الاري ليست كميثود. بالنسبه لي يا باشمهندس لو عايز اضيف في السيتي ليست دي، اول حاجه هقول له سيتي ليست الاسم بتاعي دوت اد، يعني ضيف لي العنصر، ضيف للعنصر مين يا باشمهندس؟ مثلا وليكن كايرو، يبقى هيروح يعمل ايه يا باشمهندس؟ هيضيف كايرو في العنصر الاولاني هنا، يبقى الحجم بتاعها كام؟ 1، اللي هو 0، يعني العنصر رقم 0 بس الحجم بتاعها 1. فانا بالنسبه لي طب هقول له سيتي ليست الثاني دوت اد
الاليكس، يبقى هضيف اليكس العنصر الثاني بالنسبه لي. بعد كده سيتي ليست الثالث دوت اد وليكن زجزك، هروح ضيف لي هنا زجزك. الرابع سيتي ليست دوت اد وليكن ان شمس، اهو هيضيف لي ان شمس هنا. ضفت العنصر الخامس كان وليكن اي بي، اهو هروح ضيف لي اي بي هنا. فيها مشكله كده؟ هنلاحظ يا باشمهندسين ان اد لما بديها الاوبجكت بتاعها بتروح تحطه في اخر الليست دايما، في اخر الليست دايما. طب انا عايز اضيف بقى بي سي في العنصر رقم 2، فقال لك يا باشمهندس اهو روح سيتي ليست دوت اد العنصر رقم 2 وضيف لي بي سي، فهيروح على العنصر رقم 2 اهو. هروح امتحن دول شويه كده، وحاطط في العنصر رقم 2 هنا بي سي ومخلي لي ده 3 4 5. فيها مشكله يا باشمهندسين؟ ده 0 1 2، احنا بنبدا من 0 وعدي من 0. طب عايز اجد عدد العناصر بالنسبه لي، اجد عدد العناصر، فقال لك يا باشمهندس اسمها السايز، الاري ليست اللي هي السيتي ليست دوت السايز، هيجيب لي عدد العناصر بالنسبه لك اللي هو هيبقى 6 بالمنظر ده كده. طيب بعد كده لو عايز اجيب قيمه عنصر، يعني عايز اجيب العنصر الثاني، العنصر الثالث، العنصر الرابع، فقال لك يا باشمهندس هقول اسمها السيتي ليست دوت جيت اوف رقم العنصر بالنسبه لي، اوف عنصر الثالث هيجيب لي العنصر رقم 3 اللي هو هنا عين شمس. طيب بعد كده يا باشمهندس قال لي انا عايز احذف، فاقول عندي سيتي ليست عندك حاجتين كلير معناها احذف لي كل العناصر اللي موجوده. سيتي ليست دوت ريموف اوف رقم العنصر هيحذف لي العنصر رقم 2 ويرجع لي ترو اذا كان العنصر تم حذفه، واذا لم يكن لم يتم حذفه. في المرجع مجموعه من الدوال ممكن تستخدمها مع الاري ليست، وطبعا الاري ليست كل المسائل اللي انت حلتها باستخدام الاري ينفع تحلها باستخدام الاري ليست تاني، باستخدام الدوال كامله وباستخدام كل حاجه كامله. في حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ في حد عنده مشكله؟